اللقاء القطاع قطاع التكوين والتعليم المهنيين مع الشريك الاقتصادي بهدف خلق ديناميكية جديدة لولاية تمام راسد من خلال أيضا مساهمات المؤسسات الاقتصادية ومساهمة الإدارة المحلية ومساهمة المنتخبون الوطنيون والمحليون في أن يكون للقطاع المكانة اللائقة به، ومن أجل أن يعطينا فرصة لكي يكون القطاع قطاع التكوين والتعليم المهنيين في مستوى تطوعات المؤسسات الاقتصادية. في أن المهمة الأساسية التي يسعى إلى تحقيقها قطاع التكوين والتعليم المهنيين في جميع أنماط وأجهزة التكوين المتنوعة، لا سيما نمط التكوين عن طريق التمهين، باعتباره الأقرب في إدماج المتمهنين المتخرجين في سوق العمل من خلال منح التأهيل المهني للأفراد الراغبين في الحصول على مناصب عمل، أو للذين يطمحون إلى تحسين مستواهم المهني من أجل مواكبة التطور الذي يحدث في عالم الشغل. نقاو في هذا الصرح على مستوى تامة قارة. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.